بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة الشعب التونسي، نكلمكم اليوم، نكلمكم بلغة كل التوانسة، نكلمكم الآن خاطر المرأة اللي عندي مرجتني وأنا فهمتها. أي نعم أنا فهمتها، بنت الكلب تحب تفك لي البلاصة، ولكن مش من عادات التونسي أن مرته تحكم فيه. لابد أن يتوقف هذا التيار، يتوقف بتكافل جهود الجميع. اللي مرته تحكم فيه والعازب والمزمر يد في اليد من أجل بلادنا. حزني وألمي كبيران، لأني مضيت أكثر من 50 سنة وأني ساكت وهي تحكم فيها. بيتتني البرة، عيشتني على الشكشوكة. لا للشكشوكة، الشكشوكة الحرارة لا، كل ليلة محمص، كل ليلة محمص، وأنا نرفض عيش الكلبة، وهذا حرام، حرام وعيب، عيب. لازم كل المواطنين وكل المواطنات أن يقفوا معايا، وإحنا أعطينا التعليمات ونعولوا على الجميع. أسفي كبير وكبير جدا وعميق وعميق جدا. في المقابل أعطيت التعليمات في تخفيض أسعار المواد الأساسية والإعدادية والثانوية والتحضيرية، كما السكر الملحي. لا لا للسكر الطوابع، السكر الطوابع لا، السكر الطوابع لا، والفارينة والخبز المبسس. ارحيو ارحيو الكسكسي القمع الشمسي، انزلوا على السداري ما قاوموا البرد كامل بسيسة. ورجعنا انعم، رجعنا يا غرد سليم ويا غرد زياد. اي نعم رجعنا يا غرد زياد، وطالبنا بتخفيض اسعار الكاكي. اي نعم الكاكي والقلوب، باش يولي المياه قلوب، باش تولي بثمانين. خلي ذراعينا تكبر بالكالسيوم والحديد. اما في المجال الرياضي يسمى السيناريو، طلع شوية هو حبس. اما في المجال الرياضي لا لعصام جمعة، عصام جمعة لا، ولي ضمان الفرجة والمتعة تم تجنيس اللاعب وطرقه. أما المطالب السياسية أنا فهمكم، أي نعم أنا فهمكم. وقررت عدم غلق المواقع الإباحية والرفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها. تونس بلادنا، بلاد كل التونسيين، فلتبقى إرادتها بين أيديها. عاشت تونس البنفسجية، تونس الزبيبية، عاشت شعبها، عاشت الجمهورية، عاشت اللام تي في. نعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.